بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. دايما الحد الأول من هاتور جاي النهاردة، واحد هاتور بيبقى فيه مثل الزارع، والحد الثاني برضه لأن ده موسم الزراعة في مصر، ودايما الكنيسة تنطلق من الواقع بتاعنا وتنقلنا لمستوى روحي أعلى. الواقع بتاعنا إذا كان فيه زراعة يبقى كمان فيه حاجة اسمها الزراعة الروحية، في حاجة اسمها كلمة ربنا اللي بتتزرع في القلب. منساش زمان قوي، يعني من أكتر من 30 سنة، أبونا تدرس جالنا زيارة في البيت، فما عادش كتير يعني، بس قعدنا نتكلم كده كلمة روحية بسيطة مش ممكن أنساها. جت سيرة تربية الطيور، كان في أحد أفراد الأسرة غاوي يعني، يربي زي ما هنا الناس بتربي يعني حيوانات أليفة وحاجات زي كده. في مصر كان مشهور جدا تربية الطيور ونفرح بيها. فلما وقف أبونا يصلي قال إذا كنا إحنا يا رب بنفرح لما بنشوف حيوانات بسيطة أو طيور بسيطة بنربيها وبتكبر على أيدينا وبتكثر، قد ايه يا رب انت كراعي صالح وكأب بتفرح بينا لما احنا لما تشوفنا قدامك بنكبر ونتكاثر ونجيب ثمر روحي. جميل قوي ان الانسان يبتدي من الواقع بتاعه ويطلع مع ربنا، ربنا يحب ينقلنا دايما لمستوى روحي اعلى من الامور الماديه اللي الناس بتنشغل فيها. السيد المسيح خد الواقع ودخل فيه وقعد يتكلم على كلمة ربنا لما بتتزرع في القلب. قبل ما أعدي على المثل بسرعة، كلنا عارفين طبعا المثل ودايما نحطه جنب أي تعليم ناخده، لأنه أي تعليم هو بذرة بتترمي على قلوبنا، أي كلمة روحية، أي قراءة، أي كلمة بنسمعها دي بذرة روحية، دي كلمة الملكوت، عايزين دايما قلوبنا تكون بتجيب ثمر. معلمنا بولس الرسول بيقول كده في رسالته النهاردة: من يزرع بالشح فبالشح يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات يحصد. المعطي المسرور المسرور يحبه الرب. مش لازم يعني يكون العطاء عطاء مادي، لكن أدي وقت لربنا. ده إيه؟ ده زرع. مين اللي هيحصد؟ أنا ولا ربنا؟ ده أنا اللي هحصد. ياه، يعني أنا لو ببخل على وقت الإنجيل ده حاجة إيه؟ ده حاجة أنا خسران فيها، ده أنا ببخل على نفسي. لو أنا ببخل على وقت المزامير ده حاجة أنا هخسر فيها، لأن أنا ببخل على نفسي. من يزرع بالبركات، يعني اللي يدي وقت للزراعة الروحية في حياته فبالبركات يحصد. أما من يحصد بالشح، يعني يبخل يدي لربنا بس كده حاجة بسيطة هو ماشي، ولا هو بيركب العربية حاجة فتفوتة، وبعدين يفكر وده أنا مقصر في حق ربنا. لا يا حبيبي، ده احنا مقصرين كده في حق نفسنا، ده احنا اللي بنزرع في أرضنا، يا نتغني يا نتفقر، واللي في موضوع في إيدينا، لأن ربنا غني وعايز يملأ لنا أرضنا بالخير، عايز يملأ حياتنا بالخير. لكن احنا لما نقصر ونتشغل في أمور غريبة وأحيانا ما تكونش مفيدة خالص لينا، ونتشغل ونحس ان دي حاجات مهمة، وننسى خلاص نفسنا، وننسى ان حياتنا تتملي بالثمر الروحي وما نزرعش فيها بالبركات، يعني بوفرة وبكثرة، طبعا احنا لا نتفقر. يقول لنا المزمور كده: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. اللي بيصلي بدموع، اللي بيصرخ لربنا بدموع، اللي بيرمي احماله على ربنا، اللي بيزرع والإنجيل بتاعه يتبل بالدموع، اللي بيزرع بالدموع يحصد بالابتهاج، لكن اللي بيزرع بالشح بالشح يحصد. نقطة تانية جميلة بتقولها لنا الكنيسة النهاردة، إن ربنا عايز يستخدم لساننا في
في انه يزرع كلمته. النهارده القديس يعقوب في الكاثوليكون بيتكلم كله على اللسان، بيقول اللسان ده عضو صغير لكن ده يقدر يعمل شغل كتير قوي، ممكن يخرب الدنيا، يولع نار، بيقول كده، بيقول يضرم دائرة الكون. ها؟ وفي نفس الوقت اللسان ده ممكن يكون ينبوع حلو، وممكن يكون دفة شكلها صغير قوي مش باينة في السفينة الكبيرة. الدفة دي حاجة صغيرة كده بتبقى في ديل السفينة، كل الناس ما بتشوفهاش، لكن دي هي اللي بتمشيها في الاتجاه الصح. مهمة جدا انها تظبط الاتجاه. هكذا اللسان، ربنا عايز يستخدم ألسنتنا مش بس يتزرع في أرضنا، لا، احنا نكون سبب زرع الكلام المحي، كلامه اللي يغير، كلامه اللي يفرح، كلامه اللي يبني. امال هو هيوزع كلامه على الناس ازاي؟ هنقول لهم انظر الكتاب صفحة كذا؟ لا، هيستخدمنا احنا. ربنا عايز يستخدمنا احنا، يستخدم ألسنتنا، نديله لساننا عشان يشتغل بيه، نديله لساننا عشان يتكلم عليه، نديله لساننا ويبقى لساننا ده بينقط شهد كده، شفتاك يا عروس تقطراني شهدا، يبقى بيطلع بزار كده حلوة فيها كلمة ربنا الحلوة اللي تدخل في القلوب تملها فرح وسلام وبركة ونور. ما ينفعش الينبوع يطلع مية حلوة ومية مرة، ساعات الكلام يجيب مرارة، ساعات الكلام يعمل تشويش، ساعات الكلام يكون فيه كذب، ساعات الكلام يكون فيه إحباط، ساعات الكلام يكون فيه أخطاء بقى إدانة وأخطاء جرح الناس. لا، إحنا كده بندي العدو الخير لساننا يستخدمه ولا إيه؟ لا، الإنجيل النهاردة بيعلمنا إنه اللسان ده ربنا نفسه يستخدمه. بيقول كده معلمنا يعقوب: به نبارك الله الآب. يستخدمه في التسبيح، يستخدمه كأداة يزرع بيها في وسط العالم. ما هو هيزرع إزاي إذا كنا إحنا بخلانين بلساننا الصغير ده عشان نقول كلامه؟ إذا كنا مش عايزين نحط كلامه بنتكسف، مش عايزين نحط كلامه على لساننا، نتكلم في أي حاجة، نقعد مع بعض نلت ونتكلم في الأخبار، ونتكلم في فلان راح وفلان سافر وفلان جه، نتكلم في كلام الأموال والسياسة ويمكن كان إدانة وبس، لكن ما نجيبش كلام ربنا الحلو، نخلوش يحطه على أفواهنا. أمال هو ربنا هيزرع إزاي؟ خرج الزارع ليزرع، يزرع بمين يعني؟ هيزرع بمين غير بينا؟ مش احنا الادوات اللي في ايده؟ معلمنا بولس الرسول يقول كلام جميل قوي في روميا، يقول: كما قدمتم اجسادكم في الخطيه واعضاءكم الات اثم، قدموا ذواتكم لله واعضاءكم الات بر لله. أعضاءنا دي بالذات اللسان، لأنه من أكثر الأعضاء اللي ربنا ممكن يشتغل بيها، نقدمها لكي تكون آلات بر، يشتغل بيها، ينثر بيها كلامه المحي هنا وهنا وهنا، يزرع بذور الملكوت في القلوب. ليه ما نسمعش كلام الروح القدس اللي ساعات يحركنا كده عشان نقول كلمة ربنا، ونقول لا الجو ما أصل يمكن يرفضوا، أصل يمكن يستهزأوا بي أو ما يقدروش؟ لا، لو أنت شايف أن حد هيدوس على الكلام خلاص، لا تعطوا القدس للكلام ولا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير، لكن ممكن ربنا يديك الحكمة. السيد المسيح كان بيتكلم بأمثال، ممكن يتكلم الواحد بأمثال. كلام الإنجيل فيه كتير قوي، والروح القدس هو اللي كاتب الكلام ده، هو اللي جوانا، فهو اللي هياخد ويحط على لساننا. لما نذاكر كويس، لما نشبع من كلمة ربنا باستمرار، تلاقي الروح القدس يحط الكلام على لساننا. ما نعرفش ده حطه ازاي، ويجيب الحاجة المناسبة بالظبط، الكلمة المناسبة للشخص المناسب. حاجة عجيبة وجميلة ان ربنا مستعد ونفسه يزرع في العالم كله بينا ونشتغل معاه
وناخد البركة دي. استخدم ألسنتنا في الزرع. المثل زي ما احنا عارفينه واضح فيه ان السيد المسيح ما بيحرمش حد من بذور الكلمة. يا بخت الإنسان اللي يعرض نفسه باستمرار لطيار كلمة ربنا واللي بيزار كلمة ربنا واللي أخذ ياخد تاني وتالت، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في كولوسي 3: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. بغنى، مش شوية صغيرين، مش واحد حافظ مثلا 5 آيات لحافظ آية على كل حرف وخلاص. ده كل يوم بيقرأ ويذاكر ويخطط ويقعد يتلذذ بالآيات، يحفظها أو ما يحفظهاش على قدر طاقته، لكن هو بيشبع بكلمة ربنا. تسكن في كلمة المسيح بغنى. مش مكتفي أن أرضه مطلعة زرعتين كده، ليه ما طلعش 3 وليه ما طلعش 5 وليه ما طلعش 100؟ ليه؟ طب ما الخير ده كله والبركة دي كلها، طب ما دي لحساب مجد ربنا ولحساب حتى الإنسان وفرحه وغناه في المسيح. الأرض الأولانية كلنا عارفينها، أرض مش مهيئة للزراعة، قلوب مش مهيئة، بيسمع الكلمة طياري كده، مرة سمع كلمة هنا، مرة كان داخل في يعزي في حد ولا سمع له حاجة، بعيد بعيد، مش مهيئ الأرض خالص. الأرض دي عشان تصلح للزراعة لازم تتجهز، والإنسان الشاطر بيقعد يجهز أرضه ويقول الحتة دي محدش يجي ناحيتها، دي محدش يدوسها، دي أرض للزراعة بس، محدش يلعب فيها ولا حد يدوسها برجليه. الوقت ده، ده الكوايت تايم أو ده الوقت الهادي اللي أنا هقعده مع الإنجيل ومع المسيح، محدش يجي عليه، هقفل كل حاجة، محدش يدوس عليه، وهيئ الأرض كويس علشان تستقبل البزار. لكن لو الأرض كلها أرض طريق وناس دايساها، البزر مش بتدخل، والشيطان على طول يخطفها قبل ما الإنسان يلحق حتى يفهم، قبل ما يلحق يدخلها عشان تتفاعل مع قلبه، قبل ما تبص تلاقي خلاص الشيطان خدها والإنسان نسي. الأرض الثانية طبعا فيها مشكلة خطيرة، وهي مشكلة الصخور اللي جواها. عايز بس أتكلم على نقطة واحدة هنا، وهي إن الإنسان لو ساب حياته تجف، الجفاف لو زاد يتحول إلى أرض صخرية. الطبقات اللي تحت دي لو فضلت فترة طويلة ما تشربش مية، لو فضلت فترة طويلة ما بتتغذاش وما بترتويش بكلام ربنا المحيي ولا بالنعمة، الحتة اللي جوه دي هتنشف خالص خالص وتتحول إلى طبقات صخرية. تيجي البذرة تنزل مش لاقية مكان تعمل جدر، وبالتالي لو نامت بتتحرق على طول من الشمس. فخطر إن احنا نسيب نفسنا بدون ما نرتوي باستمرار بنعمة ربنا، وإلا في طبقات صخرية جافة جدا جدا صلبة هتتكون جوانا، وبالتالي لما تنزل الكلمة بعد كده تلاقي بتصد مع حاجة ناشفة جدا وصلبة، ومش عايزة تعمل، مش عايزة تخلي البذرة تنمي جدر. طبعا فكرة إن النبات طلع بسرعة دي فكرة يعني تبدو شكلها حلو، لكن هي علامة مرضية مش علامة صحية. في ناس كده تهيس بسرعة، تتأثر بسرعة، والطاقة اللي خدتها، يعني تعرفين طبعا الفكرة إن البذرة الصغيرة جواها طاقة صغيرة، فالطاقة دي ربنا مرتب إن السيستم أو السوري يعني النظام اللي ربنا حطه في البذرة، إن الطاقة دي تستخدم لتنمية جدر روت، والجدر ده لما ينمو في الأرض يبتدي يتغذى ويكون هو المغذي لبقية النبات. فالطاقة دي لو راحت من غير عمل جدر، النبات يعني مش هيتغذى بعد كده، مش هيلاقي وسيلة، الطاقة راحت. فعشان كده الناس اللي بتنفعل بسرعة وتوجه الأمور مش لأن هي تعمل جدر، توجه طاقتها أن هي تعمل شوية نشاط، شوية حركة، شوية كده شو كده تحت الأضواء، بعد شوية مفيش جدر، فمفيش غذاء للنبات، وبالتالي يدبل الإنسان. أما يجي الشمس، شوية تجارب، شوية متاعب،
شوية كده ظروف صعبة بيمر بيها الإنسان، تبص تلاقي الجدر إيه؟ مفيش جدر، تلاقي مفيش حاجة تسند، فالنبات يدبل، يدبل ويتحرق زي ما قال عنه السيد المسيح، يدبل ويتحرق ويموت. الأرض لازم تتجهز، ونخلي بالنا من تكوين طبقات صخرية نتيجة الجفاف الروحي، نتيجة إن إحنا ممكن نهمل في إن إحنا نتغذى. لو أهملنا إن إحنا نتغذى روحيا ونرتوي كده، الأرض هتنشف من جوه، واحتمال احتمال تتحول لطبقة صخرية تعوق خالص. بقى لازم، عايز عملية كبيرة إن إحنا نحفر ونطلع الصخور دي وننظف الأرض. النوع الثالث قال عنه السيد المسيح، شرحه بوضوح، الأرض جيدة ولكن فيها أشواك، فيها أشواك. وفي تريك كده من الشيطان يقول لك الأرض بتاعتك جيدة، يعني مش مشكلة الأشواك، بس يعني أنت أرضك جيدة، خليهم دعوما ينمياني معا، خلي البزار كويسة تنمو والأشواك برضو هتنمو، يعني ما فيش مشكلة، يعني أصل الأشواك دي أنت مش هتقدر تستغنى عنها، هتعيش بره الدنيا دي يعني ولا إيه؟ الأشواك دي قال عنها السيد المسيح ثلاث أصناف: هموم العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء. هموم وغرور وشهوات. بعدين الشيطان يقول لك طب انت الهم ده يعني تخرج من الدنيا؟ لا، القي على الرب همك فهو يعولك. انا بهتم اعمل كل حاجه بدقه وبامانه، لكن ما اشيلش هم. والغرور بتاع الغنى ده في منتهى الخطوره. الغنى ده عطيه من الله ووزنه هنتحاسب عنها. وشهوات سائر الاشياء، لا، ربنا هو اللي بيشبعني، مش هحتاج ان انا اتربط بشهوه من هذا العالم تغرقني فيه وتنزلني في التراب بتاعه. فما ينفعش نزرع وفي أشواك. ما شيطان بيحاول يقنع الناس يقول له معلش دي مع دي، بيجي الكنيسة بس يعني فيش مانع برضو بيشرب وبيتفرج على حاجات مش مظبوطة، وما عندوش مانع يدين الناس، وما فيش مانع كمان يدين القيادات في الكنيسة، وما عندوش مانع يعني في الأمور المادية، يعني مش لازم بقى الحاجات. تبص تلاقي في أشواك في حياته نتيجة محبة العالم، نتيجة غرور، نتيجة هموم، ويقول معلش مفيش مشكلة. لا، في مشكلة. الأشواك دي هتخنق الكلمة، بعد ما تنمو هتتخنق، وبالتالي الأرض مش هيجي فيها ثمر. فمهم جدا إن احنا نحرص إن احنا ننظف ونتابع أرضنا أول بأول ونفحصها. هو يعني إيه التوبة؟ يعني فحص يومي. توبة يعني واحد واخد باله مصحصح لنفسه، واحد واخد باله ان الأشواك ما تنموش في حياته ويقتلعها أول بأول، ويروح يرميها عند ربنا، رب الاعتراف ياخدها يحطها على الذبيحة في القداس. خلاص شلنا الأشواك، الأرض بقت نقية وصالحة تجيب 30 و60 و100. آخر حاجة لأن السيد المسيح في الإنجيل النهاردة قال ان الثمر محتاج وقت، محتاج صبر، محتاج ناس عندها طولة بال تزرع الكلمة وتخبيها في قلب جيد صالح، وترويها باستمرار بعمل النعمة وبالصلاة، وبعدين الكلمة دي هيجي وقت تجيب ثمر، بس بالصبر، بالصبر. مش كل أنواع البزار بتنمو بسرعة واحدة، مش كل أنواع الشجر بيطرح ثمر على طول. في حاجات تطرح ثمر في خلال سنة، وفي حاجات تطرح ثمر بعد 7 سنين. عايزة صبر عشان تطلع في حياتنا شجرة زي شجرة المحبة وشجرة الاتضاع أو شجرة الوداعة. دي كلها أشجار جميلة وزرع جميل، بس بياخد وقت، بياخد وقت. محدش يمل ولا يقول الأرض مش هتجيب، لا هتجيب، مدام أنت بتنقيها من الأشواك، مدام أنت بترويها باستمرار واخد بالك إن ما تتحولش حاجة لصخر، مدام أنت بتحرص إن محدش يدوس عليها، الأرض دي هتجيب ثمر، وعمل الروح القدس بيشتغل جوانا فهتجيب ثمر. كنيسة ممكن تكون بتزرع وبتروي، لكن الله هو الذي ينمي. ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي. ربنا يدينا كده أن حياتنا تكون فعلا تفرح قلب ربنا، أرض جيدة يرمي فيها البزار بتاعته فتجيب ثمر 30 و60 و100. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.